نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف ولم يدري حتى انتهاء الصلاة، حيث نبه أحد المصلين على ذلك، فهل صلاته صحيحة أم عليه القضاء؟ أفتونا مشكورين. لا شك أن ستر العورة من شروط الصلاة مع الإمكان. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على اللباس، أو كما قال، فستر العورة من شروط صحة الصلاة إذا أمكن. وما ورد في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته ولم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة ونبهه الحاضرون، هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الذي انكشف شيء كثير فإنه يعيد الصلاة، أما إذا كان شيئا قليلا ولم يتعمده فصلاته صحيحة إن شاء الله، بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه وهو صغير السن، وكان إذا سجد انكشف شيء من عورته فيراه النساء من وراء الصف ولم يعد الصلاة، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن انكشاف إذا انكشف شيء من العورة وهو يسير ولم يتعمده أن صلاته صحيحة. أما إذا تعمد، إذا علم وترك وتركه ولم يستره، صلاته باطلة ولو كان يسيراً.